السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله النهاردة هنقول لكم على كود تشغيل خاصية انتظار المكالمات لشبكة فودافون. إن شاء الله هنقول لكم على كود تشغيل خاصية انتظار المكالمات لشبكة فودافون. طيب الكود هيبقى نجمة 4-3 شباك. يعني الكود اللي هتشتغل بيه خاصية انتظار المكالمات لشبكة فودافون هيبقى نجمة 43 شباك، وبعدين هتضغط اتصال بالشكل ده، وهنلاقيه هنا اهوت بيقول لي انتظار المكالمات تم تفعيل الخدمة، تمام؟ بعد كده هتضغط موافق. طبعا الخدمة ديت الميزة فيها ان انت لو الخط بتاعك مشغول وفي حد تاني بيذن عليك هيبدأ يديله او هيكتب عنده انتظار، تمام؟ مش هيقول له مشغول، تمام؟ وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. واذا عجبك الفيديو اضغط لايك، ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.